كما كان متوقعا تأهل الأهلي المصري لربع نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب على حساب أوكلاند سيتي نيوزيلندي. فوز الأهلي جاء بثلاثية نظيفة وبأرقام قياسية بالجملة. حمادي قردبو وتأهل الأهلي وعلى اعتبار امبارح ما طلعنا على الهواء. أهلا ومرحبا بكم. الأهلي المصري وكأس العالم للأندية قصة طويلة تعيش فصلها الثامن. المغامرة العالمية للأهلي تقسم على جزئين. في الأول خسر الأهلي ثلاثا من مبارياته الافتتاحية من أصل خمس مشاركات، لكن ومنذ العودة للبطولة بعد غياب سبع سنوات وتحديدا منذ العام 2020 الأهلي لا يخسر مبارياته الافتتاحية. حسين الشحات أهدى الأهلي هدف التقدم في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والأهلي لا يستعجل ضمان التأهل للنسخة الثالثة على التوالي، فهو المتوج ببرونزية النسختين الماضيتين، وهو الفائز سابقا على أوكلاند سيتي بهدفين في العام 2006 باليابان. المدرب السويسري مارسيل كولر ومنذ استلامه مقاليد الأهلي في بداية الموسم لم يخسر، وأمام أوكلاند سيتي وقع على فوزه 17 في مختلف المسابقات مقابل 4 تعادلات. الأهلي هو أكثر الأندية العربية والإفريقية تحقيقا للانتصارات وتسجيلا للأهداف في بطولة العالم للأندية، والأمل أن تتضاعف الأفراح عند مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي السبت المقبل في ربع النهائي. حمادي قردبو، صدى الملاعب. أعظم الأندية العربية والإفريقية وسيد ساداتها. ألف مليون مبروك للأهلي وعشاقه في كل مكان، وأذهب إلى الأهلي في جدة. أبو محمد، فوز مريح أينما يكون الأهلي هو أقول الأهلي هذا يجلب السعادة الأنصار، يجلب السعادة لعشاق كرة القدم. الأهلي أينما يحل تحل مع الأفراح. الأهلي حقيقة من الفرق العربية اللي أضافت لكرة القدم العربية، أضافت أيضا لكرة القدم القارية. اليوم يمثل الأهلي هو الأيقونة حقنا في هذه النسخة بالذات. أنا أتوقع أن يكون للأهلي أيضا حضور أكبر من البرونزية. أتمنى إن شاء الله أنه يوصل للنهائي بإذن الله ويحقق الوصافة بعد العين وبعد أيضا أعتقد الوداد والرجاء. بس بس, بس 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 بعد إذنك، بعد إذنك أبو، قلت لك إحنا عنا لأنه تتمنى في الوداد وفي الهلال وفي الأهلي، نسيت ولا اقول اتمنى انه يحقق ما حققه الوداد. ما طيب. حقق الوداد ما لا ميولي ميولي كلها مع الهلال، لا لكن نتكلم عن الاهلي. طيب بس مشان ذكرك اذا ناسي. اتمنى كل انديتنا العربيه تتوفق، ولكن الاهلي قدم عرض غير طبيعي، 3 اهداف، هدف حسين شحات لا يصد ولا يرد. نتمنى فرقنا العربيه ان شاء الله كما حدث مرتين حصلت على المركز الثاني، نتمنى تنافس على المركز الاول مش بس الثاني. ليش لا؟ وحتى أيوة يعني الله. ممكن تكون قاب قوسين او ادنى من التتويج، يكون شي مره يعني كاس العالم للانديه العربيه ان شاء الله يا رب. دائما نتوقع ولا نتمنى. شكرا لك ابو محمد. العفو يا صديقي، بالعكس اتمنى فوز الاهلي، اتمنى فوز الهلال، اتمنى فوز ايضا الوداد، فكلنا عرب يا صديقي العزيز، لكن نظل ايضا مع الهلال قلبا وقالبا. طيب شكرا لك يا كفاح. تحياتي. يا أهلا وسهلا فيك. لا تنسوا بدل المليون عنا مليونين، وعنا كل آخر شهر وآخر خميس 100,000 دولار كله بالحلم عبر MBC1 وجميع منصاتنا. باي باي.